احنا في 2017 لما جينا نبغى نسوي بروفايل للنادي الاهلي، البروفايل عباره عن ايش؟ عباره عن اهم حاجه في البروفايل لعرضه على الشركات هي بطولات الانديه. فلذلك تم انشاء لجنه توثيق بطولات الانديه النادي الاهلي في عام 2017 بتخصص خبراء. لما تجي الاتحاد السعودي الان خطوه جريئه انه حيعلن عن هذا الامر، ولكن الاسناد على ماذا يكون؟ عشان ترتاح كل سنه جيبها لوحدها 1957 لوحدها، 58 كل البطولات في هذه السنه. الاتحاد السعودي على ايش قرر؟ الرئاسه العامه على ايش قررت؟ ما في رئاسه عامه، الاتحاد السعودي اتكلم. أيه. الاتحاد السعودي اتكلم وزاره الرياضه قصدك. احنا بمختلف المسميات، احنا بنتكلم من البدايه. كل سنه ايش البطولات وكيف لعبت هذه البطولات حسب اللوائح والانظمه. لما تيجي تتكلم عن اوكي انت الان حتعلن، ايش المده اللي عملت فيها عمل فيها الاتحاد السعودي لتوثيق هذه البطولات؟ هذا واحد. اثنين، مشاركه الانديه هل هي كانت فعليه او استعين ببعض الانديه وتركت بعض الانديه، او يجب ان يؤخذ براي جميع الانديه؟ ثلاثه، كيف ياخذ راي جميع الانديه؟ الانديه يجب ان تشارك، تعالوا يا انديه ورشه عمل متكامله، احنا يا انديه حنوثق بطولات الانديه هي كذا وكذا وكذا وكذا، هات المرئيات. مثل اللي قال 17 دولي للنصر، انا اختلف تماما معه. ليش؟ هم يحاسبين بطولات المناطق، لا يمكن ان تحسب بطوله منطقه وفي بطل اخر يحسب بطوله منطقه. يعني تتكلم عن ثلاثة أربعة أبطال مناطق، إذا تيجي تكلم الدوري السعودي عام 1960 أربعة أبطال دوري، هذا غير منطقي. غير منطقي. يعني سؤال، أنت عارف الموضوع التنافس اللي بين الأندية. إي. جزء كبير من اللي يقولون الطرح هذا هم عارفين إنه كلام مو صحيح. جميل. بس لازم أقول كذا لأنه الفجوة يعني بين النادي الأندية وبالذات الأندية اللي فيها حساسية مع الهلال. يا اخي الفرق، انت عارف بطوله الدوري، خلينا نحط لنا بس بطوله الدوري بوضعها عشان برجع. لو فرضنا احنا على 77، طيب 18 لقب، يعني الهلال لازم يتوقف عن تحقيق بطوله الدوري 10 سنوات حتى يتعادل احد معه. ما حد بيقبل. الحل ايش؟ التشكيك. جميل. في ناس وجهه نظرها كذا يعني. لكن ارجع اقول الكلام اللي قلته في البدايه، جيب كل سنه بلوائحها بالبطولات اللي اقيمت، كل بطولة بناء على أي لائحة أقيمت. على سبيل المثال واحد يقول لك أيام المربع الذهبي ما يعتبر دوري، ما علينا فيه، ما علينا فيه. الفريق الفلاني فاز بأغلب أهدافه زي الهداف، لما يقول لك هداف سجل 10 أهداف، طيب بس 8 منهم ركلات جزاء فما يعتبر هداف. هذا التفصيل، هذا الرقم ما له علاقة. لا لا، شوف أنت لما تجيب اللائحة، والله الاتحاد السعودي أقام هذه البطولة بالمسمى الفلاني وبطريقة اللائحة الفلانية، هنا أنت تنهي الجدل لأي شيء كان. ثلاثة، هل أشركت المعاصرين في هذا الأمر؟ المدة اللي عمل عليها الاتحاد السعودي كم كانت؟ هل هي كافية لاستيفاء كل هذه الأمور؟ في أمور مهمة، القرارات، يعني تجيب المعاصرين وما يكون عندك ورق؟ ممتاز، هذا اللي نتمنى. اذا في ورق اوكي، بس هو هذا اللي نتمنى. ورق رسمي، اي جيب انت، جيب المعاصرين وانتهى الموضوع. انا بس اقول جيب المعاصرين وانتهى الموضوع. نقطه مهمه يا ابو بدر، القرارات اللي خرجت طيله هذه السنوات من عام 1976 56 57 منذ تاسيس الاتحاد السعودي لكره القدم، القرارات هذه كلها يجب ان تفرز. على سبيل المثال لا الحصر، عام 1966 1386 في قرار مصيري أقيم هذه السنة. أنت في رأيك بصراحة مين أكثر نادي عنده بطولات السعودية؟